يعني الواضح انه مسألة تفشي العنف والجريمة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني هي نتاج سياسة موجهة ايضا من قبل المؤسسة الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية لتفتيت المجتمع العربي الفلسطيني من الداخل من خلال السماح بانتشار الاسلحة وعصابات الاجرام وبالتالي الجريمة المنظمة في داخل المجتمع العربي. في عام 2003 كان هناك قرار واضح على سبيل المثال من قبل الحكومة لتنظيف مدينة نتانيا من الأسلحة ومن عصابات الإجرام، وتم ذلك خلال عام واحد. الآن نحن نرى أنه في المجتمع العربي هنالك نزيف يومي للدم وهنالك قتلى وضحايا بشكل يومي والحكومة لا تحرك ساكن. بهذا المعنى الواضح أن هنالك يعني سياسة موجهة وممنهجة لنشر وانتشار الجريمة في داخل المجتمع العربي من قبل الحكومة الإسرائيلية.